الو، مرحبا سعاد. الحمد لله على السلامة. شو أخبار الجولة؟ ها؟ رح تغيروا البرنامج وما رح تروحوا على محافظة تانية؟ طيب ماشي الحال. اسمعي سعاد، أنا اليوم كلفوني بمهمة جديدة ولازم نام بالمكتب. حاضر. لا لا بدبر حالي. يلا بشوفك. مع السلامة. ألو. مرحبا ماما. صدقيني أنا مشتاقة لك كثير. بس أنت بتعرفي شغلي بالاتحاد أخذ كل وقتي. إيه معلومك. مشاكل النسوان كثيرة ومعقدة. بدها وقت لحتى تنحل. ماما الله يخليكي. أعطيني رندة من عندك. ألو. إيه رندا، وأنا كمان مشتاقة لك كثير حبيبتي. ماما حبيبتي لا تتأخري بالرجعة على البيت، وقولي لأخوكي سامر كمان ما يتأخر. لا ماما، أنا راح أتعشى بالاتحاد مع رفقاتي. إيه جيبي سندويش شاورما إلك ولأخوكي سامر. ماشي، الله معك. ألو مرحبا سامر. دقت لي الماما وقعدت حاكيك عشان ما تأخر على البيت. لا مو أكيد. ليك أنا حطيت لك شاورما بالبراد، صحينا بالميكروويف كول. يلا باي. ألو بسام، كيفك حياتي؟ أنا منيحة، أنت شلونك؟ بتحبني؟ وأنا كمان بحبك كتير كتير كتير. مشتاقة لك وماني مصدقة إمتى أشوفك. لا ما في حدا. ماما عندها اجتماع بالاتحاد وسامر مراجع بالنص الليل. خلصت دروسي، أخذت دوش، دقيت لك، حبيت أسمع أحلى صوت على قلبي. بالله أو كنت مشتاق لك. دقيت لي وسألت عني. لا بابا مو هون، مسافر. هلا خلصني، شو بدنا بهالحكي؟ قوم تعال خلصني. وينك؟ عم تتأخر، بستناك. يلا باي. الو مرحبا عبير، شلونك؟ وأنا كمان. إيه ستي، قولي لي عجبك الفرش؟ لك شفتي؟ أنا لما قلت لك ذوقي حلو وراح يعجبك ما تصدقتيني. على العموم أنا جاهز من جميعه. ها، وهي سند التمليك موجود قدامي على المكتب وباسمك الثلاثي. لا 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 لا، لحظة لحظة لقول لك. لحظة شوي. اسمعيني ولا تضوجي. أنا لك عبير، شو صار لك؟ أرجوكي خليني أكمل كلامي ولا تقاطعيني. يا عبير أنا بعرف مصلحتي وبعرف اللي بيناسبني. لهالسبب ما بدي حدا من رفقاتك أو قرايبينك يكون حاضر. يعني ما بدي حدا يحضر، لا رفيقة قريبة ولا بعيدة، ولا صديقة مخلصة ولا جارة وفية ولا حدا. لك يا عيني حضور عمك بصفته ولي أمرك وحضور والدتك بالمكفى. لا لا ولا يهمك. الشيخ والشهود رح أجيبه معي الساعة 9 المساء. يا ستي اطمني. طمني وريحي بالك. كل شيء جاهز. ولو يا عبورة، طلباتك أوامر. ليش نحن بنسترجي؟ طبعا سعيد. إيه ماني مصدق أنت تصيري عندي. أنا ولا أنت؟ صدقيني مالي قدران استنى أكثر من هيك منوب. ولو يا روحي، إلى اللقاء حياتي. مع السلامة. الو مروان، مروان بس افهمني، افهمني شو عم اقول لك ولا تقاطعني. مروان بشان الله، انا كثير تعبان والحب خلص من عندي وراسي رح ينفجر. ب...
مروان بترجاك انا مالي غيرك. لا تخاف انا لحالي بالبيت. ايه طيب مروان، مروان ان شاء الله قد ما بدك مصاري بعطيك، قد ما بدك بس ان شاء الله تعب بسرعة. طيب ماشي يلا بروح. انا ماما، انا عن تيتا، تيتا كثير تعبانه ما عم تقدر تجلس راسها. لا عملت لك معدات بارده بس ما اعطت نتيجه. لا هلا رح ابعت الشوفير يجيب لها الدكتور. ما بعرف تعبانه كثير ما رح تقدر تحاكيكي. ولي علينا هلا وقت الاجتماع. خلاص حاضر ماشي رح نام عندها، بس لو سمحتي ابعتي لي كتبي وقميص النوم. ماشي حاضر. الو مرحبا سعاد. مريت الظهر على البيت اخذت ثيابي وشنطات السفر. مسافر بعد ساعتين. طبعا مهمة رسمية. على الاغلب شهر زمان. اسمعي سعاد، خلي سامر يدرس منيحة، الامتحان على البواب وبوصيلي رندا. يلا بدك شيء؟ بس اوصل بتصل فيكي. مع السلامة. الو. نعم. لا والله غلطان. شو؟ بدك تتعرف؟ شوفوا لا. لك عن جد انك واحد قليل الأداء. لا بقدر لهم مرة ثانية ولا بخلي بابا يقص لك لسانك. هلا ما بتعرف حالك مع مين عم تحكي. لا بقدق لهم مرة تانية، فهمت؟ أنا شي حلو بدي أتعرف. إيه حبيبي حسان، خلص أنا صرت جاهزة. الشناتي؟ إيه هلا نزلن الشوفير على السيارة. إيه بس بتعرف شغلة؟ أنا خايفة. لا ماما ما في شي، الحمد لله منيحة كتير، هلا كانت عندي وراحت وبكيت وبكتني. لا بس بتعرف يعني كانت متمنية يكون زواجنا علني، يعني أنا بنتها الوحيدة وحابة تفرح فيني قدام كل الناس. إيه صار الوقت. يلا يلا لكن منلتقى بالمطار ومنحكي. يلا حبيبي باي باي. هلأ هيك منكون استوفينا كل شي لازم نعمله. في حدا عنده سؤال أو ملاحظة؟ لا مدام ما في شيء. طيب لكان يعطيكم العافية. ألو مرحبا سامر. سامر أبوك سافر ووصاني إلك إنه مستقبلك متعلق بنجاحك. مو مهم إنك تجمع ولا ما تجمع علامات، المهم إنك تنجح. خلاص من سفرك لبرا تدرس، بس أنت أمل لي النجاح. لا أنا عندي هون اجتماع بالاتحاد ويمكن ما خلص لآخر الليل. بقى الله يرضى عليك، ستك مريضة، روح لعندها واطمن عليها. قديش لازمك؟ طيب افتح خزانتي بتلاقي بالرف النصاني في صندوق في مصاري، خودي اللي لازمك. ماشي على السلامة. الو ايه رندا انا سامر. كيفك؟ ماشي الحال. كيف اتيتي؟ لا ما خرج اجي لانه عندي مروان وعم ندرس رياضيات. بس اسمعي اذا اتصلت ماما قولي لها اني مريت لعند تيتا وسلمت عليها واطمنت عليها. طيب ماشي لا تنسي شو فهمتك. يلا طيري باي باي. كيفك؟ عم ببكي لأني خايفة.
ستي، بيت ستي كتير كبير وموحش. لا ستي تعبانة، واجا الدكتور عطاها إبرة مهدة، ولا هي نايمة وخايفة تموت على غفلة. لا هي بالأوضة التانية حكيكي مستعلم. انت شو عم تعمل؟ معناتها قمتها بس لا تدق الشراس، تعمل لي ميس كول وانا بفتح لك الباب. لك ايه بس ما بتتأخر، رني ما تنسى مو اكتر. ماشي عم استناك انا، لا تتأخر علي. ماشي ماشي يلا باي. كل لحظة هلا سعاد، مرحبا، كيفك؟ دقيت لك امبارح ما رديتي. طبعا مثل العادة عندك اجتماع. أنا منيح. وينك؟ أنا عم بحكي معك من باريس، بكرة طالع لفيينا مشان اشتري لكم كل شيء. نعم؟ تياب؟ يا حري حريشك، خزانتك مليانة تياب. ماشي ماشي. بقى وينك؟ سلمي لي على الأولاد. الله معك، مع السلامة. نعم سيدي نعم. ألو ماما، باركيلي. كل يوم استلمت الجلاء ونجحت على البكالوريا. الله يخلي لي اياكي. اذا اتصل بابا خبري. لا بس بدي منه هيك هديه كبيره. تيتا منيحه على حالها بس زعلانه منك، انك عم تغيبي عليها فترات منيحه. طب شو بيصير اذا هيك بتصير بتشقي عليها وانتي رايحه على الاتحاد على طريقك؟ انتي بس مدي راسك من الباب وتطمني وسلمي عليها وتيسري على شغلك. اي والله بيطير عقلها من الفرح بمجرد ما تشوفك. ماشي ماما، ناطرينك. لك يلا رد رد. الو مروان، مروان مشان الله اسمعني، أنا بحالة تعيسة جدا. لك مشان الله حاجتي تبارد علي وحياة الله ماني لقيان. مروان شو عملت فيهم يعني؟ بلعتهم؟ طبعا بلعتهم. لا أحيانا عم باخذ حبتين باليوم وأحيانا ثلاثة. مروان مشان الله أنت بس فهمني، بس فهمني شغلة واحدة، شو اللي بدك يعملني؟ ترجاك؟ توسل لك؟ لكن ليش هيك عم بتزلني؟ طيب بس اسمعني، أنا بكرة عندي فحص العربي، وإذا ما أخذت الحبة ما رح أقدر أروح على الفحص. أوف ليش هالقد؟ طيب طيب خلص مو مشكلة، قد ما بدك بعطيك، بس مشان الله تعب بسرعة، مشان الله. بهالشي ناطرك. ألو؟ مرحبا أم سامر، كيفك؟ الحمد لله أنا ماشي الحال. ام سامر افتحي على موقع ايلاف تبع الاتحاد، هي مقصوفه الرقبه المحرره حاطط لك صوره هالقد قدها وكاتبه على زيارتك وجولتك للمنطقه الشماليه. شو شو عم تقولي انت؟ بدك تشكريها؟ على شو بدك تشكريها؟ اه لك يا سعاد مشان الله، هي عم تتمقلس عليكي، متخيله انه ما في حدا وراك يدعمك. لك صحيح مزبوط، بس هي الصورة بشعة كتير. لك مو طالعت لك منو؟ اه والله يا سعاد مو حليانة بهالصورة منو. لا لا ما بعتقد بالاجتماع، يمكن والله العليم هي الصورة مأخوذة بالعزيمة تبع المنطقة الشرقية، ماسكة الفخذ بإيدي وفاتحة تمك على الآخر، فخذ الفروج.
بقى يصفوا لي عمره قصف مأوقحه. والله يا سعاد لما شفت الصوره طار عقلي من راسي. لك معقوله تعمل هيك؟ طبعا ولو دقيت لها وبهدلتها، لا وهددتها كمان. اي والله يا ام سامر اللي عم تحكيه مزبوط. يا ستي الغيره والحسد بيعملوا اكثر من هيك. اكيد حبيبتي اكيد، لانك احلى منا واذكى منا. لا 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 تخافي، قلت لها قلت لها انه جوزك اهم من جوزها بمليون مره. اي قلتك الانتخابات على الابواب. بس صدقيني ما بكون انا اذا بخليها دقيقه بالاتحاد. ماشي حبيبتي ماشي، بشوفك بعد الظهر. يلا اوكي. اهلا يا سعاد. والله هلا وصلت. الله يسلمك. شو الهدايا ما وصلوكم؟ الله وكيلك بعثت لك اياهم على السائق. لا لا المهمه اللي رحت من شانها تمت بنجاح مثل ما توقعت. طولي بالك لا تعصبي. انا مشغول 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 لفوق راسي ما عم الحق. ايه طبعا مشتاق لك. ماني مشتاق. خلص بكره الساعه 9 المساء بنلتقى بالبيت. وينك سعاد؟ خلي الاولاد يكونوا موجودين. ها الله معك، مع السلامه. لك يا برني الوش ما يبلى القنايره. دخي ضحكتك انا. ايه ماما انا عندي رفيقه مروان. بدي اياكي تبعتي لي مفتاح الشاليه وشويه مصاري مع الشوفور. اجتماع مع بابا الساعه 6. لا لا ما بقدر، لانه بدي اوصل قبل ما تعتم، ومثل ما بتعرفي السواقه بالليل انا ما بحبها. ايه وينك ماما؟ كتري لي المصاري شوي يعني بركي تاخرنا. ماشي الله يخلي لي اياكي. باي. شو شلوني معك؟ اسمع بس سام، صار معي اليوم شغلة خطيرة كثير. لا غط على قلبي، قعدت نفسي قدام الدكتور وعم يفحص ستي. ما بعرف بس انا لازم حل البول. فبقطع بسرعة الله يوفقك. ناطرتك ماشي؟ لا والله ما راح اسامحكم ابدا. لك شو ليش؟ صار لي نص ساعة وانا ناطر لحالي بالبيت. ما اختلفنا عندك اجتماع طالب الاتحاد. طيب كنت اتصلي فيه وخبريني لشو اخترع الموبايلات؟ ما كنت اجلت اجتماعي مع الوزير؟ طيب سامر وينه؟ يا حبيبي بالشاليه. طيب رندا؟ ماشي الحال ماشي الحال. لا والله مالي فاضي اروح شوف امك. اعتذري لي منها وبعثي لها ورد وشوكولاته. الله معك، مع السلامة. ألو مرحبا عبير. هلا أمك ما راح تعرف تضب لسانها؟ شو ليش؟ إذا تحطنا بين العالم لسه بتمسك واحد تترك واحد وتحكي له عن جوازتنا؟ لا يا ستي هي مو غلطانة، وإذا فكر إنه بهالطريقة رح تفرض علي إنه علي زواجنا فبتكون غلطانة كثير. وأنا ما رح أساوي إلا اللي براسي. بقى فهميها وخليها تحط حد لتصرفاتها وتبلع لسانها. يا أما قسما بالله رح أتصرف تصرف ما رح يعجب حدا بنوبة، وأنت بتعرف شو رح أعمل. إيش؟ ألو؟ صباح الخير طنط مسامر. طنط سامر مريض كتير و... ألو؟ 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 صباح الخير حسام. الله يبارك فيك. طلعت الرابعة بقائمة المرشحات لرئاسة الاتحاد. لا بدي سافر على المنطقة الشرقية، قال في مشاكل بالفرع ولازم حلها. اسمع حسام كلامي اللي بدي قلك عليه، أنا ماني متأكدة منه، بس في شخص اتصل فيي
وقال انه سامر مريض بالشاليه، فاتصل انت وتاكد من الموضوع. ماشي. الو حبيبي حسان، طلعت ماما مو حاكي شيء. ايه حرام ظلمناها. لا بس قال الجيران احرجوها، فكروني عشيقتك. قامت اضطرت المسكينه تحكي، قالت لهم لا متجوزه على سنه الله ورسوله. ايه شفت ظلمناها. خلص صافي يا لبان. ايه حبيبي انا عزمتك اليوم على عشاء بجنن، وراح البس لك بدله الرقص الحمراء. لا تتاخر. باي. الو حبيبتي رندا، سمعتيني تيتي؟ ايه انا سمعاني. شوفي حبيبتي انا عم بتصل بامك، ما حدا عم يجاوبني. لا على الموبايل تبعها. ايه تيتي بقى، منشان هيك انا رح اتصرف بالموضوع. حبيبتي هلا انا عندي مدام ام بسام ليكا قاعدة مشقيتي. ايه تيتي انا اتحاكيت انا وياها واتفقنا على كل التفاصيل والاواتيل، وانا قلت لها شروطي وهي موافقة. يا تيتي بقى انت الله يرضى عليكي، بس نخلص المخابرة من هون بتضبي اغراضك واوعيكي وبتجي لعنا بسرعة. ايه تيتي انا بقنع امك وابوكي، بس ليظهروا هن. ماشي تيتي الله معك. الو حسان، انا هلا وصلت على البيت. انا اسفه بس ظروف العمل خلتني غيب هالفتره الطويله بالمنطقه الشرقيه. تصور حسان، اليوم اجت لعندي وحده فلاحه عم تشتكي لي على جوزها، قال شو بده يتجوز عليها. قمت انا فورا ركبت هالسياره ورحنا انا وياها على الحقل محل ما هو بيشتغل، ونزلت لك فيه على راسه بكعب سكربينتي، وهو صار يتزلل ويتوسل ووعدني انه ما عاد يتجوز مره تانية. الو نعم، صار عندك اجتماع ضروري؟ طيب حسان بس تخلص حاكيني. اوكي ماشي. الو ماما لي اسمعيني، انا حاولت حاكيك كثير ما كان في مجال كبير قدامي، اضطريت اتجوز بالسر وكتاب شيخ براني. لا لا بسام وعدني انه رح يثبت كتابنا بالمحكمة بأسرع وقت. والله انا لو ما كنت مضطرة ما كنت تجوزت بهالسرعة. مضطرة لأني مثل ما بتعرفي كان لازم اتصرف بسرعة. بتعرفي ماما جوزي من بيت مين؟ بيت الأصفراني. ايه اسمه بسام الأصفراني، وعيلة الأصفراني عيلة معروفة كتير. ايه هو عم يدرس سنة، له آخر السنة بالهندسة. ايه غني وحلاوة ومهضوم، رح تحبيه كتير لما تشوفيه. بعدين وينك ماما؟ احنا بيتنا كتير 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 حلو مثل اللعبة. معك حق، قصة أنا خايفة من بابا هيقوم يضر جوزي أو أبوه أو أهله، فقسما بالله إذا بابا بيعمل له شي بنتحر. بقى دخيلك ساعديني، وأنا بكرة بعرفك على سهرك الجديد. وينو؟ يا ستي بعته على سلوفاكيا. ليش؟ عم تسأليني ليش؟ لأنه المحروس ابنك طلع مدمن مخدرات وحالته خطيرة. عم تشهي ما هيك؟ لا لا طمني تحسن ورح يبقى بالمصح شهرين. هلا لا تبكي وتقلبي يا مناحة، سامر بيضل ابني مثل ما هو ابنك. ولك أنا امتحانات طلع مستواه بخجل، صفر بكل شيء. هلا هذا اللي اكله همه؟ لا طمني ما راح اخبر حدا. عم بقول لك اطمني ما راح اخبر حتى امك. مع السلامه.
الو ست سعاد، مبروك الزواج. يعني درياني وعامله مثل اللي فرحانه بعزا ستها؟ ولك ما عم بحكي عن بنتك يا جدبه. عن مين لك؟ عن جوزك الحبوب المتيم يلي راح اتجوز وحدة أصغر من بناته وعمل له شهر العسل بباريس. إلا ستي أنا مالي غلطانة، بس المية حبيبتي عم تمشي من تحتك يا مسكينة، وأنت ولا أبالي. مين أنا؟ أنا فعلة خيرتشك لياسي، اللهم فشهد إني قد بلغت. يا عمري هلا ريحت ضميري. باي يا حلو. شوف حسان، نحن يمكن إنا ثلاث شهور ما التقينا مع بعض وش لوش، ومع إنه قاعدين بنفس البيت وعنا أولاد، بس هلأ لازم شوفك ضروري، بدي أحكي معك مشان بنتك رندا. ها؟ يعني دريت؟ أوعى أوعى، هي عم فهمك، أوعى تأذي لجوزة أو بيت حماها، ها؟ لأنه بهالحالة بنتك رح تنتحر. بالله شو؟ ها؟ هلأ صرت رشال وبدك تعمل زلمة؟ إيه لا إيه لا، روح روح عنا يا ولك. انت شو فكرني عمية ولا هبلة ولا شاطر يالتي؟ اصلا انا بعرف كل شي عامله انت. ايه لعلمك انا راح اترك البيت وامشي، وورقة طلاقي غصب عنك راح تبعت لي اياها. وروح حضرتك، روح اتفرغ لمراهقتك هاي المتأخرة. ماشي. لك انت مين انسان دي حالك؟ اخوكي وطار وترفيعي تم و... لك وينك؟ انا ما رح اطول عليكي، رح اجيب لك اياها من الاخر. انت طالق طالق طالق. هيك هب، بنحب نشوفك مبسوطة على طول. ارتاحي. الحمد لله. عطشانة ماما شي تشربي؟ ايه والله. جيبوا لي الحنفية لهون، بس اعطاش بشرب لحالي. ايه مو تكرم عيونك من عيوني التنتين. وينك امي؟ اوعك تخربتي وتجيبي لي حنفية المية السخنة، ها؟ بعدين بلتدع لساني. ولا يهمك ماما. تتذكري لما اجى لعنا انور وجدي وليلى مراد وصافحوني؟ ماما ما اجوا لعنا، هذا فيلم انا جبت لك اياه وحضرناه سوا. شلون ما اجوا لعنا؟ انور وجدي وقتها بوسني من خدي، وزينات صدقي قعدت بحضني هون هون بحضني، انا لسه ما خرفت. ماما زينات صدقي كلها على بعضها ما كانت بالفيلم. لسه بتقلي فيلم؟ لك شو انت مفكرتيني انا خرفانة؟ انا بوزع عقل عليكي ليوم العقل. صحيح ماما صحيح، طولي بالك. ووقتها بتذكر ماري منيب اجت ساعدتني بالمكدوسات، ايه، وقعدت هنيك هنيك ها جنب العتبة. ماما ماري منيب ميتة من زمان قبل ما اخلق انا. ما بدها بالاول تخلق ماري منيب لحتى بعدين تموت؟ مو هي، قبل ما اخلق انا مو هي. يعني على زمن الملك فاروق؟ يمكن بجوز. ايوه. وعطاها وسام؟ لا ما عطاها. حاكم هدول بيعطوا اوسمه كثير للمهرجين تبعهم. يحرق حريشه، ليش ما عطاها؟ شو بيصير له يعني كان لو عطاها وسام؟ ماما شو بك ليش قلبتي السياسة اليوم؟ وين؟ وين قايمة؟ عادي خليكي هون جنبي. لكن قاعدة جنبك ما يريح على قرني. سمعتي جارنا أبو سليمان شو قال لي من سنتين؟ شو قال لك؟ قال لي يا صباح البيض والمربى. لا، قال لك يا صباح القشطة والعسل. إيه، أنا ما بحب القشطة، أنا بحب اليبرق بالعصعيص.
ان شاء الله كل سنه وانتم سالمين. وانتي سالمه، تفضلي المي. يسلم. بسم الله. الحمد لله. ان شاء الله هنا. هلا قلبك جبتي الحنفيه؟ ايه جبتها، تفضلي. امي عصيتيها منيحه الحنفيه؟ لانه انا بخاف تشرشر علي بالليل لاني بدي نيمها جنبي بالتخت. لا اطمني، عاصصتها مزبوط، بس بعدين المي عم تنقطع بالليل يعني. لا مو بالليل، عم تنقطع من الساعة 5 بعد الظهر لتاني يوم الساعة 4. أنا لسه ما خرفت. شو سامية، شلون حافظت الوقت؟ طبعاً طبعاً حافظته لك. شو مفكريني أنتو أنا لسه ما خرفت؟ طيب ماما، شو رأيك تقومي ترتاحي بأوضتك بين ما هيك نمسح الصوفة ونرتب البيت؟ آه ليش جايينا حدا؟ لا ما في حدا جاي. ايه قال نظف بيتك ما بتعرف مين بيدوسه، وغسل وشك ما بتعرف مين بيبوسه. امي شوفي لي وشي نظيف انا؟ حاكم بلكي يعني اجا يوسف وهبه، ايه بلاقي وشي نظيف. ايه معك حق. تعرفي شو قال لي أبو سليمان من 3 سنين لك أمي؟ شو قال لي؟ قال لي صلوا زمان هالقمر ما بان. قمت أنا شو قلت له؟ قلت له شبيك لبيك، أنا لسه ما خرفت. يا أهلين وسهلين بجارتنا أم سامر. أهلين حبيبتي، يسلموا اليدين. بدياتك تسلم. وشكراً. هلا فايزة بتكون بنت اختي وحبيت ترافقني بهالزيارة. يا اهلين وسهلين ومرحبتين. يا اهلا وسهلا فيها. بتحبي تاخدي بوتيفور مع الغسيل؟ ايه والله، بس ما يكون محروق لانه مبارح كنت مع خالتي ام سامر بالزيارة وضيفونا بوتيفور مرمر ولسان القطة محروق. لا ولو، ان شاء الله بيعجبك. حبيبتي عالية، ممكن تجيبي لنا صحن بوتيفور من المطبخ؟ ولا لك عادي، انا بقوم براسي بجيب لضيوفنا. يا اهلا وسهلا. تسلموا ايديكي. ايه كيفك جارتنا؟ انا منيحة. ايه الحمد لله. الحمد لله. ايه وكيف صحبتك مع بناتك خالي؟ انا صحبتي مع امي مثل السمنة على العسل، ودايم الدوم بترضى عني وما بتنام لحتى بوس ايديها ورجليها. لك اذا طلبت مني لبن العصفور، لبن العصفورها بضيق اجيب لها، حكي مثل ما بيقولوا. تفضلي. يو يسلم ايديكي، ليش كل هالقد مقوبعتي للصحن؟ ايش شايفتيني كل هالقد فجعانه؟ لا العفو، ما في شيء، من واجبك وقيمتك. تسلم يا رب. ايه يا جماعه، ايش كنت عم اقول انا؟ ايش كنت عم اقول خالتي؟ ايه تذكرت. يعني مثل ما بيقولوا بالامثال والاحاديث بما معناه، الجنه تحت اقدام الامهات. انا مشان هيك خالتي بحياتي بعمري اضرب ان شاء الله اذا زعلت لامي. بس يعني حتى ما اكون كذابه كثير، زعلت مره واحده بس، كنا قاعدين مع جماعه وصارت تحكي قدامهم انه هي بحياتها لا ضربتني ولا سبتني ولا هانتني. قلت انا قلت لها شو هذا الكلام؟ منو هي اللي عم تحكي؟ ماما هي ضيفه جايه مع جارتنا ام سامر. اي وليش كل هالقد عم توجبوها وتدللوها؟ ماما شلون ما بدنا ندللها؟ يعني المخلوقة دايسة بساطنا وبتضيف ضيف الله، بعدين هي أول مرة تجي لعنا. بدك تطلع على قبري شو دمك خفيف، شايفين شو مهضومة؟ يكفلني هالوش. إيه كيفك ست الكل؟ الحكي إلي أنا؟ إيه إلك توبريني. أنا منيحة. ليش أنتِ شايفة يعني شيء غير هيك؟ أنا لسه ما خرفت، بس يمكن برا في غبرة اليوم، لكن أنا يعني ماما مثل الحصان مثل ما شايفينا، مبسوطة كثير بشوفتكم. ماما على نصتك الله يوفقك لا تفضحينا. يا أهلا وسهلا بضيوفنا، يا أهلا وسهلا فيكم. بالمهلل حبيبتي. إيه خالي ذكرينا شو طابخين شو عاملين؟ هي على سيرة الطبخ، أنا أكره ما علي يفوت على المطبخ وريحة الطبخ وريحة القلي، يا لطيف شو بنزعج منها. تطلع على قبري محلاي ومفوتك على المطبخ، اليوم أحلى بامية ورز لعيونك. شو توبسينك. إيه والله طيبة كثير هالأكلة. دخلك وهي اللي جايبتيها معك بتساعدي؟ يي يي إن شاء الله بتسلمي لي يا خالي على هالحكيات. شو ظراف
ماما هي هيك يعني بتحب ترفع الكلفة بينها وبين الضيوف حتى يحسوا انه ببيتهم. ايوه معلوم. انا بصراحة خالي مالي شاطرة بالطبخ بنوم، انا علي اكل وبس، بعدين دخلك اللي عنده عشي لشو يزفر ايديه. يعني بصريح العبارة انا تبولة ما بعرف اعمل، سلطة ما بعرف افرم، بيضتين على بعضهم ما بعرف اقلي، عايشة مدللة، الكل بده رضاي لارضه، مو هيك خالته؟ انت قبريني مأخف دمك واحلاكي. يلا اسمحوا لنا. خليكم عنا امانة، هلا بنفطر سوا. شو نفطر؟ شو نفطر؟ ما بتحب المزح كثير. ما تخبر. هلا الدنيا اخر الليل، بدنا نروح ننام. شو بدك خالتي لاحقين على النوم، فما اطال النوم عمرا ولا قصر في الاعمار طول السهر، مو هيك بتقول ام كلثوم خالي؟ بلا بلا مزبوط مزبوط. ام كلثوم هي زريعه كنا نزرعها عنا بالبيت بارض الدياب. امانه امانه هون ما تخلونا هيك نشتاق لكم يعني امانه. ان شاء الله ان شاء الله. يلا بخاطركم. يلا خاطركم. انا حبيتك كثير صايفه، لا تقطعيني. ان شاء الله باي حبيبتي. سلمي سلمي. الله يسلمك. سلموها امانه. الله يسلمك. نحلي مرقت على خير. اي والله مزبوط. هي زريعه انا كنت ازرعها هي وشب الظريف. ايه انا لسه ما خرفت. الحمد لله النوم ما في مثله لجسمها. عم تسأل عني؟ على طول بتسأل عليك وبتقول اشتقت لها لأختكم هادية. مشان الله ما تأخذوني، والله ما عم أقدر أجي أشوفها كل يوم. بتعرفوا بضلني بلشانة بهالصغار ليل نهار وما في مين يساعدني. ليش بنتك لو جاي ما عم تساعدك؟ هلا لما بتقدر ما بتقصر، بس بلشانة بجامعتها، هذا الاختصاص تبعها بده دراسة وحفظ كثير. صح الحقوق صعبة وبدها الزكتاف. ايه مشان هيك انا نظمت اموري، بصير بيجي يوم ايه يوم لا، مع انه عبد الرزاق بيقول لي لازم كل يوم تروحي لعند امك، بس شو اعمل والله العظيم ما عم اقدر. خلص تعرفوا عبد بحبها لماما كثير، لولا دوامه بالعياده كان كل يوم نزق عندكم. والله صهري ما في منه طيب وحنون. يمكن هو اهلين عبد. مرحبا هادية. يعطيك العافية. الله يعافيكي. منين شلون أمي؟ نايمة. الحمد لله. شلون أوضاعها؟ لساتها على حالها مثل ما هي. تفضل. مرحبا يا صبايا. أهلين. شو سهري ليش ما جبت لجين معك؟ والله لجين قاعدة مع أخواتها عم تسمع لهم دروسهم. شو بدنا نشربك هلا؟ لا 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 ما بدي شي دخيلك مستعجل. سهري هلا باعتبارك طبيب نفسي وعصبي، شلون شايف وضع الماما؟ والله يا سامية جسديا وبدنيا ممتازة. طيب ليش عم تنسى كثير؟ ماما مو عم تنسى كثير، ماما عم تفقد التركيز، يعني بتبلش بالجملة وبتنسى تكملها. يعني عندها حالة نسيان شبه دائم. لا يا عالية مو دائما، أحيانا بتتذكر أصغر التفاصيل وبتنسى أهم التفاصيل. أمكم عم تعاني من الزهايمر وهو على أنواع، وعلى رأس الأنواع هي العته الشيخي. وأعراضه اضطراب بالذاكرة والشخصية وعدم اللباقة بالتعامل ومزج الخيال بالواقع والحلم بالحقيقة ونقص بالمبادرة. طيب هالشي ماله دواء؟ هو في له دواء بس فاعليته مو كبيرة، خصوصا انه الخلايا الدماغية ضعيفة وعم تتدمر. بس الغريب انه الوعي عند ماما كامل. ايه طبعا لحد هلا بتحب تطلع انيقة وحلوة ونظيفة. بس تصرفات ماما صارت مو معقولة، يعني دائما بتحس حالها ضيفة بهالبيت وكل شوي بدها تقوم تلبس وتروح على بيتها. لا ويا حذركم وين بيتها؟ الشربيشات. ليش هي كانت ساكنة هنيك بزغرها؟ لا بزغرها ولا بكبرها، امي بحياتها ما سكنت هنيك. ستي شربيشات الدحاديل الدويلعة كله حكي بحكي، الله يجعلها اكبر المصايب. بس انتوا لما قلتوا لي تعال زور امي افتكرت المشكلة اكبر من هيك. لا الحمد لله ما في شيء. يعني مجرد تضيع بس حتى عم تضيع باسماء الناس مهما كانوا قريبين منا. صايره عم تخلط وتخربط نادي الناس بغير اسمائهم كل الوقت ولا احيانا؟ يعني بدك تقول ساعات ساعات. استي الله يعافيها. يعني بصراحه انتو مرضيات والحمد لله ما لكم مقصرين بخدمتها، بس انا بحب اقول لكم
انه بدها رقابه دائمه وشديده ولا تتركوها لحالها ابدا. يلا انا خلوني امشي. لوين؟ على العياده. يلا بخاطركم. مع السلامه. الله معك. الله يسلمكم. دير بالك على حالك ان شاء الله. انا بطمن على ماما وبيجي. ايه ماشي. مع السلامه. الله يسلمك. ايه هادية، بدي اقول لك على شغله بس خايفه تزعلي مني. خير حبيبتي؟ الحقيقه انا اليوم معزومه على عيد ميلاد رفيقتي مرفت، ويعني ما راح اقدر ضل معك. ايه واذا شو انا غريبه؟ روحي. ساميه رايحه معي؟ لا. اذا بدك انت كمان روحي. لا ما بقدر، يا ريت، لانه فايزه جايه تزورني، قال شو حبت امك وحبيت محضرها. ايه دخيلك، ليش ايمتى حكت امك لحتى تحبها وتحب محضرها؟ بعدين اولت امبارح كانت عنا، يعني حلت الشقله لامي. مشان الله، مين هي فايزه؟ هي وحده بتقرب جارتنا ام سامر، اجت معها من يومين لما اجت زارتنا. على كل اتفقنا، انا بضل عند ماما وانت روحي وين ما بدك. وينك امي؟ يا ماما شو ليش مركبين صوبيا على الرصيف؟ ماما هي مو صوبيا. شو هي لكان؟ هي شجرة. ايه بس شجرة طالع منها دخان. دخان مو طالع من الشجرة، الدخان. صح النوم ماما. اهلين عالية. مي شو بنا؟ انا هادية. هدهد، شو نسيتيني؟ لا تقبريني ما نسيتك والله، بس ما بعرف شو صاير لي يا ماما. شلون هيك؟ وشلونها بنتك الجاية؟ الحمد لله، بتبوس ايدك. لك مرحبا سامية، كيفك؟ اهلين وسهلين. شو اخبارك؟ والله مشتقت لك كثير. ايه روحي بقى، اللي بيشتاق للثاني بيجي لعنده، وانا مشتقت لك كثير وبقلبي لوعة. كيفك حبيبتي؟ تمام الحمد لله، تفضلي. شو عندكم ضيوف؟ لا شو ضيوف، هي اختي هادية. ايه فوتي لعرفك عليها. مرحبا. اهلين وسهلين. اهلين ومرحبتين. يا اهلا. مرحبا خالي، انا فايزه. اهلين. عرفتيها ماما؟ يا طبعا عرفتها، هي لوجين بنت هاديه حبيبه قلبي. لا ماما، شو لوجين ومو جين؟ يعني معقوله انا انسى لوجين بنت حبيبه قلبي هاديه؟ انا لسه ما خرفت. ماما هي فايزه بنت اختها لجارتنا ام سامر اللي اجت زارتنا من يومين. فايزة؟ ايه ماما هي فايزة. هلا رح تجذبي علي وليه؟ شو فايزة ومايزة؟ شو جاب الطز للمرحبا؟ ماما لفيها لفيها والله هي فايزة. لا هي لوجين حبيبة قلبي، هي المؤدبة والكربوجة لوجين. هديك فايزة يخرب بيتها، بدها مصع رقبة ولي عليها شو لزقة وصايعة وضايعة. شو بها خالي؟ صاير يا معلش. تعي لوجين، تعي تيتي، تعي تعي حتى بوسك، ما اشتقتي لي تيتي؟ ماما مشان الله لا تفضحينا، هي فايزة ضيفتنا. يعني أنا معقولة توح عن لوجين حبيبة قلبي المؤدبة الموجبة؟ العين تطرق هديك فايزة الضايعة والصايعة. إيه والله ما حبيتها من وقت ما فاتت لعنا، عملت لي حالة فهمانة. إيه والله بدها نجي الرقبة. تيتي تعي تقبريني لعندي، تعي ما اشتقتي لي تيتي؟ تعي شو هقول لك؟ تعي تقبريني، تعي هون عادي على حضني تقبريني. عادي عادي عادي، هاتي بوسه تيتي. يا برني هالوش ما احلاه. اي والله البوسه منه بتجلي الفؤاد. شكرا. قال فايزه قال. اي ضربه تمصع رقبتها، العين تطرقها شو دبه. بلا فايزة بلا مايزة بلا ضراب السخن. يا مو تاني مرة وقت بدكم تمزحوا امزحوا مزحة معقولة. أنا لسه ما خرفت.